بيكم في برنامجنا عمليات جراحية. يا رب نعرف نفككم النهاردة ونشرح لكم حاجة ناس كتيرة جدا بتعاني منها. يمكن توصل ل 5% من الشعب بتاعنا بيعاني من مشاكل في الريست أو مشاكل الكاربال تانل سندروم، اللي هو ألاقي حد، وخاصة بنلاقيها في الستات يمكن بنسبة 7 إلى 1، 7 ستات لكل راجل بيشتكوا من مشاكل الكاربال تانل، اللي هي بتيجي واحدة ست بيت بتشتغل كتير، بتستخدم ايديها كتير، او في فترات زي الحمل، او عندها مشاكل صحية زي السكر او نقص الثيرويد هرمون. بنشوف الناس دي بيجي يشتكي معايا من تنميل في صوابعه. التنميل ده بياخد ال3 صوابع الاولانيين من الثامب لحد نص الرينج فينجر، تمام؟ ولما بعمل له اكزامينيشن بلاقي عنده في بعض الحالات ضعف في العضلة بتاعت الثينر ماسل، تمام؟ لما يوصل لمرحلة ضعف الثينر ماسل يبقى هو سايب الموضوع بقاله فترة شوية. ما بنحبش ان احنا نتأخر في الموضوع كتير، بنجرب الأول الانالجيزيا وبنستنى على البريجنانسي لما الهرمونات بتاعت الست تتظبط، ونشوف مشاكل لو عندها مشاكل صحية زي الديابيتس أو السكر أو مشاكل في الثيرويد هرمون، بنحاول نظبطها قبل ما نفكر نعمل أي إجراء جراحي. طبعا لو وصلنا لمرحلة إن الموضوع لا ما بيستجبش مع العلاج، بنعمل حاجة اسمها EMG and Nerve Conduction Study، بنشوف فيها العضلة بتاعتها اتأثرت ولا لأ، وببتدي أدخل على الإجراء الجراحي اللي نتمنى إن أنتوا تنبسطوا وأنتوا بتشوفوه معانا. اتفضلوا نتفرج عليه. دلوقتي هنشرح مشكلة مشهورة جدا اللي هي الكاربال تانل سندروم. بيجي مريض بيشتكي من ان انا عندي دلوقتي في الريست مشكلة بتسبب تنميل في الصوابع وعدم القدرة على حمل الاشياء، وبتزيد مع الوقت لدرجة انها بتوصل لانها ممكن تخلي العيان ما يقدرش ينام بالليل مستريح. النهاردة لما نيجي نشوف حد بيشتكي من المشكلة دي، بنعمل شوية تيست اللي هو بتني الريست، بعمل فليكشن جامد في الريست واستنى 60 ثانية اللي هو الفينل مانوفر، بستنى اشوف التنميل ده هيزيد وهيظهر ولا لا. ممكن اعمل تينل ساين اللي هو بخبط على الريست واشوف التخبيط على الريست ده هيعمل له تنميل ولا لا. طيب دلوقتي انا شكيت ان المريض بتاعي عنده كاربال تانل سندروم، اللي هو عبارة عن مشكلة في الميديان نيرف اللي هو معدي تحت الترانسفيرز كاربال ليجامنت، وماشي جنبه طبعا مجموعة ستراكشرز اللي هي تندونز بتاعت الفليكسورز وكده. فأنا النهاردة شكيت في ان انا عندي مشكلة في اللي هي الكاربال تانل سندروم، بعمل للمريض بتاعي اي ام جي اند نيرف كوندكشن ستادي، بشوف المريض ده فعلا عنده مشكلة في الميديان نيرف ولا لا. طيب المريض الاول بيشتكي من مشاكل سنسوري، لان النيرف ده سنسوري وموتور. الاول الجزء السنسوري اللي هو بتاع الاحساس بيبتدي يضعف شوية، ودي اول الساينز، اول حاجة المريض بيشتكي منها. لو الموضوع زاد بكون عارف ان الميديان نيرف بيسبلاي الثينر ماسلز او القاعده بتاعت الثمب او الصباع الكبير، ببتدي الاقي تحت الصباع الكبير على طول بيبتدي يحصل ديبريشن، او يبتدي الجزء ده من العضله يخش لجوه، فده معناه ان ما بقاش سنسوري بس، لا الموضوع تطور بقى موتور كمان، وكده بيبقى غصب عننا لازم نعمل عمليه الكاربال تانل ريليز. طيب تعالوا نشوف كده. احنا اول حاجه بننيم العيان سوباين بوزيشن، نام سوباين، بفرد ايده على الترابيزه، بعقم طبعا القاعده بتاعتي في التعقيم جوينت بلو وجوينت اباف. بعد ما عقمت بفرش الدراب بتاعي والجرين، ببتدي احط يا اما لوكال انستيزيا يا اما ريجونال انستيزيا او بيير انستيزيا، بحيث ان انا الايد بتبقى متخدره، انا مش لازم ادي بنج كلي في هذه العمليه، تمام؟ العيان ممكن يكون صاحي معايا وانا شغال. ببتدي اتست السنسيشن زي ما احنا شايفين، انا دلوقتي اتاكدت ان هو مفيش مشكله في السنسيشن، هبتدي اعمل انسيجن بتاعي. الانسيجن بتاعي
ما يعديش الكريز بتاع الريست وما يعديش الليفل بتاع الثامب وهو ابدكتد، تمام. بجيبه الانسيجن بتاعي بيبقى النر تو ذا ميدي ذا النر سايت اوف ذا ميدل فينجر، علشان ابعد عن الكوتينوس نيرف بتاع الكوتينوس برانش بتاع الميديان نيرف، وما بخشش ديستال علشان عندي البالمر ارش. دلوقتي انا فتحت سكين ساب كوتينوس تيشو، ببتدي اسلك عشان انا عايز اشوف الترانسفيرس كاربال ليجامنت اللي انا هعمل له ريليز. طيب برضو احنا بنقول اسبابه ايه، ممكن يكون حاجه زي الدايابيتس، زي هايبوثايروديزم، زي بريجنانسي. بصبر عليه، بديله انستيزيا واشوف انالجيزيا واشوف هيتحسن، اتحسن ما اتحسنش، بضطر ان انا ابروسيد. دلوقتي اهو انا وصلت للترانسفيرس كاربال ليجامنت، عملت فيه انسيجن، بعمل انسيجن ما بعملوش ديب، انا يا دوبك بس بقطع ترانسفيرس كاربال ليجامنت علشان تحتيه الميديان نيرف اللي انا عايز اسلك عليه، تمام. باخد بعد ما عملت الانسيجن بتاعي بتأكد ان هو سلك كويس، خلاص سلكت. هبتدي بقى اجيب حاجة زي ارتري او مقص، اوسع عليه من فوق ديستال وهوسع عليه بروكسيمال عشان اتأكد ان هو سيبريتد عن النيرف من تحت، عشان لما اقطع ما اعورش اي حاجة من الاستراكشرز تحت. سلكته خلاص، هبتدي بقى امسك، انا سلكت خلاص، همسك المقص وابتدي اريليز، اتأكد ان هو ريليزد بروكسيمال وديستال. بعد ما عملت ريليز بحط الثامب الليتل فينجر بتاعي، بتأكد ان هو سلك فوق وتحت، طالما الليتل فينجر دخل يبقى النيرف ابتدى يستريح، تمام. بعد ما خلصت ممكن اعمل الخطوة دي اللي هي بقى ريليز النيرف من الاستراكشرز اللي حواليه. الخطوة دي في ناس بتعملها وفي ناس ما بتعملهاش. في ناس بتقول ان احنا مش محتاجين نعمل ريليز للنيرف، بمجرد ما احنا عملنا الريليز للترانسفيرس كاربال ليجامنت،